سائل يقول: أرجو ذكر الأحاديث والآثار التي تخوف من نهر السائلين، وأما السائل فلا تنهر، لأن من الناس من يتعاملون مع السائلين بغلظة شديدة، فأرجو توجيه كلمة للقائمين على الإطعام. نقول له: يقول الله جل جلاله: وأما السائل فلا تنهر. الإمام الطبري في تفسيره يقول: وأما من سألك من ذي حاجة فلا تنهر، ولكن أطعمه واقض له حاجته. القرطبي يقول: وأما السائل فلا تنهر، أي لا تزجره، فهو نهي عن إغلاظ القول، ولكن رده ببذل يسير أو رد جميل. كان إذا جاءه طالب حاجة صلى الله عليه وسلم لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، يما يقضي حاجته يما يقول كلمة حلوة. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فلا تجمع له بين ذل السؤال وذل الحاجة وذل النهر والقهر والغلظة والفظاظة. واذكر أنه كان يمكن أن تكون أنت مكانه، وأن تكون يدك هي السفلى، لولا لطف الله بك. لقد روي أن أعرابيا جاء يشكو حاله لعلي بن أبي طالب، فكتب له على الرمل: لم يبق لي شيء يباع بدرهم، يكفيك رؤية منظري عن مخبري. شكلي ورصاص حالي تكفي إنها تشرح لك أنا بأعني أديه، إلا بقايا ماء وجه صمته ألا يباع، وقد أبعتك فاشتري. آخر حاجة عندي مية وجهي، ماء وجهي، ولقد أبعتك فاشتري. فعلي بن أبي طالب رد عليه قال: عاجلتنا فأتاك وابل برنا طلا، ولو أمهلتنا لم نقصري، فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صنتها ما صنته، وكأننا لم نشتري، لن تبعت ولا احنا اشترينا. فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صنته، وكأننا لم نشتري. الشافعي رحمه الله كان يقول: الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات، لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر، فالأيام تارات. واذكر فضيلة صنع الله، إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. من رحمة الله بك أن جعل حاجة الناس إليك، ولم يجعل حاجتك أنت إلى الناس. نعم، قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواتُ.